النادي الاسماعيلي يعاني وكان لازم اديله مساحه في الاول. طب زي ما انا قلت لك في العصرات يظهر ليك مين انسان يخرجك من هذه العصره او الازمه. في كل عصره للاسماعيلي لا يجد الا ابنائه، في كل ازمه لا يجد الا ابنائه. اسماعيليه كلها ما زالت تبكي رحيل ايهاب جلال، اسماعيليه كلها ما زالت يعني تتذكر وستظل تتذكر إيهاب جلال بكل خير. وقلت لكم إلى نداء إلى كل من كان يختلف مع إيهاب جلال بموت أي إنسان لا يمكن إلا أن تذكر محاسنه. وإيهاب جلال اختلفنا معه فنيا ولكن لم نختلف أبدا عليه أخلاقيا ولا أدبيا ولا دينيا ولا حتى من باب احترامه للآخر. و من أكثر الناس اللي اختلفوا معاه لما تولى فرق شعبية، ولكن كان دايما يقابلني تامر النحاس ويقول لي هو الراجل مقدر انك انت كنت بتسانده لما كان في الدرجة التانية وبيعزك، وكنت دايما اقول له انا بعز الكابتن إيهاب جدا ومؤمن بيه ولكن مختلف معاه في كذا وكذا وكذا. فرحل إيهاب جلال وكأن المصائب لا تأتي فرادى، واحنا لسه بنبكي رحيل إيهاب جلال. فوجئنا بحكم غريب لم يصدر في التاريخ إلا في حق النادي الإسماعيلي، عشق الملايين الذي نحترمه ونقدره، حكم عيب إنك أنت تكرره كثيرا في الإعلام لأنه ما صدرش النادي مصري من قبل، فترتين قيد لسوء السمعة. يعني الاتحاد الدولي هو الذي بادر وعمل هذه القضية علشان خاطر النادي الإسماعيلي، اتعمل ضده 14 قضية في سنة. وجي بعد كده وانت بتبكي إيهاب جلال وتبكي هذا الخبر الحزين، لانه ده خبر يسيء لكل اسماعلاوي بل لكل مصري، وكل واحد غيور لا يتمنى ان يرى نادي مصري، فما بالك من الاسماعيلي عشق الفلنة الصفراء برازيل العرب، اول ناس حققوا بطولة افريقيا. اعرف قيمة الاسماعيلي كفريق لما تسافر الخليج او تسافر برا، تجد تقدير كبير للاسماعيلي في كل مكان. لسه الاسماعيلي بيلملم في جراحه من هذه القضية، دخل في مفاوضات مع أكثر من مدير فني كان آخرهم الكابتن حلم أولان. ولأني ناصح أمين قلت من هنا الإسماعيلي في هذه المرحلة يحتاج إلى أبنائه. مش هينفع الإسماعيلي لا يصرف على خبير أجنبي ولا ينفع يجيب حد ممكن يحتاج ميزانية كبيرة. خرجت النهاردة علينا بعض الأقاويل أن الكابتن حلمي رفض عشان قال لهم ارفعوا القيد الأول. يعني أنا أربع بنفسي لأني لم أتأكد أن الكلام ده قاله الكابتن حلمي وهو رجل صديقي وعلى خلق، ولكن في الأخير ما فيش حد يتشرب على الإسماعيلي. والكابتن حلمي في الأزمة دي ما أعتقدش أنه كان ممكن يضع شروط أمام الإسماعيلي، ولكن ما حدش هيتحمل الضغط والورقة اللي فيها دوبان أو الترقيع اللي محتاجه الإسماعيلي حتى يستطيع أن يجعل الجسد المرقع سليما ويعود إلى مكان عليه إلا أبنائه. وعجبوني قوي الإسماعيلوية كل الصفحات متابعها كله بيقول لك مشروع إيهاب جلال ما يكملهوش إلا أولاد النادي. وقبل الهوى بدقائق كنت أتحدث وعلمت أن الكابتن أشرف خضر أحد نجوم النادي الإسماعيلي وأحد الأوفياء لهذا الكيان في كل وقت وحين، قد تولى مهمة تدريب الفريق والمدير الفني أو قائم بأعمال المدير الفني. وهنا لي وقفة لله، يا ريت نصر أبو الحسن يكون سمعني وهو صديق عزيز. دعك من كلمة قائم بأعمال المدير الفني، ولا كل أبناء الإسماعيلي بيحبوا بعض وبيلاقوا بعض في الأزمات. لو قلت محمود جابر هتلاقي أشرف خضر في ظهره، لو قلت العجوز هتلاقي أشرف خضر ومحمود جابر في ظهره، لو قلت أبو طالب العسوي هتلاقي العجوز وأشرف خضر ومحمود جابر في ظهره، لو قلت محمد وهبة هتلاقي أشرف خضر ومحمود جابر والعجوز وكل الناس في ظهره. لو قلت اي اسم في الوقت ده
الاصل يظهر، والاسماعيلاويه ابو الاصل وابو الواجب. فسيبك من كلمه القائم بالاعمال ولا قائم باعمال المدير الفني، ادي الراجل على طول ربنا يكرمه يعيش. النهارده الراجل ده انقذ لك قطاع الناشئين مع الكابتن محمود جابر السنه اللي فاتت، اتعاون مع الكابتن ايهاب جلال اكتر فتره ممكنه، وطلع قطاعه مع الكابتن محمود جابر للكابتن ايهاب نماذج قويه جدا، ولعل عمر الساعي ليس ببعيد. فاهل مكه ادرى بشعبها، اللي هيجي من بره هيحتاج للناس دي على كان يقدر يحل لوغاريتمات الازمه داخل النادي الاسماعيلي. فبدل ما اجيب حد واخليهم عامل مساعد، صدقني في ازمه رحيل ايهاب جلال خليهم هم الاصل ومباشره في التعامل، وربنا يكرم تتحل ازمه القيد او ما تحلتش وطولت هيعرفوا يتعاملوا. لكن ما تعيش مرحله القلق طويلا لانها ستكون مرهقه ذهنيا وبدنيا على اللي هيتولى وعلى الاولاد اللاعبين. انا مع ان اشرف خضر، وانا قلت كل رفاقه بالاسم وبعتذر لو نسي حد، على ان يكون اشرف خضر مباشره يا فندم اديله مدير فني، وهو اسم كبير ويستحق. سيبك من قائم باعمال المدير الفني، واخواته سامعني وحبايبه واصحابه كلهم هيكونوا في ظهره في التدريبات قبل المباريات. واعتقد ان الاسماعيلي محتاج بس وقفه ومسانده اعلاميه يدعمها جماهير تهز الحجر عشان يعدي كبوته ويعدي ازمته. ومين عندي اغلى من الاسماعيلي عشان ما ابداش بيه النهارده هذه الحلقه؟ كان لازم ابدا النهارده حبا ووفاء لهذا النادي العظيم، وتقديرا مني لاسم الراحل العظيم الكابتن ايهاب جلال. معي ومعكم على الهاتف الكابتن اشرف خضر نجم النادي الاسماعيلي والمدير الفني لنادي الاسماعيلي او القائم باعمال المدير الفني كما ذكروا لي. كابتن اشرف خضر السلام عليكم. عليكم السلام استاذ عبد الناصر حبيبي، بشكرك على المقدمه الجميله دي. النادي الاسماعيلي اكيد يا كابتن يستاهل ويستحق. النادي الاسماعيلي طبعا اسم كبير وجماهيره كبيره، مر بظروف صعبه، لكن يعني خلينا نقول طبعا البقاء لله في اخونا وحبيبنا والكابتن ايهاب جلال اللي ساب فراغ كبير. ودي كانت المشكله الكبيره يا استاذ عبد الناصر، ان الناس لقوا نفسهم مره واحده عندهم جهاز فني كان مستقر بمدرب كبير، مره واحده لقوا نفسهم لازم ياخدوا قرارات. ف احنا بقى زي ما حضرتك عارف احنا اولاد النادي اكيد بنشتغل وبنقبل في اي موقع واي فتره. يعني الكلام ان شاء الله في جهاز فني يبقى موجود فتره جايه، انا موجود ومعايا ايمن خليل وايمن كمال الكباتن، ومعايا كابتن احمد عبد مدرب حراس مرمى. يعني هنبدا ونشتغل ان شاء الله ونجهز الناس لغايه لما ان شاء الله مجلس الاداره يعني يبقى في جهاز ان شاء الله، وبنساند الكل وعايزين نعدي ان شاء الله الفتره الصعبه اللي جايه. يمكن النادي الاسماعيلي على صفحته الرسميه كمان اعلن ان الكابتن علاء بوجريشه الاسطوره العظيم وعضويه كل من الكابتن اسماعيل حفني اخونا الكبير المحترم، والكابتن عماد سليمان، والكابتن محمود جابر، والكابتن اشرف خضر، تم صدور قرار بان تختاروا جهاز فني جديد لقياده الفريق الاول لكره القدم بالنادي خلال المرحله المقبله، وعرضوا على مجلس الإدارة في أقرب وقت. وبعد تشكيل اللجنة دي واللي ظهر، حضرتك ستقوم بأعمال المدير الفني وقيادة التدريبات. قول لنا اللجنة هيكون دورها إيه المرحلة اللي جاية وهتعملوا إيه؟ اللجنة دي أسماء حضرتك عارف يا أستاذ عبد الناصر كلها أسماء كبيرة محبين جدا للنادي، خدموا النادي في كل المواقع، كانوا مدربين كبار وكانوا لعيبة كبار و فعلا محبين للنادي، لان زي ما بقول النادي الاسماعيلي باسمه الكبير والنادي الاسماعيلي خيره على الجميع يعني. فدي فتره مهمه وفتره حرجه جدا جدا للظروف المتواليه اللي عدت ورا بعضها دي. فبالتالي اللجنه دي هيبقى يعني اختصاصها اختيار اول حاجه اختيار مدير فني الفتره الجايه وجهاز فني يقود النادي في الظرف الصعب اللي موجود دوت والمسابقه الصعبه. فهو ده التارجت الاول والاساسي
اختيار جهاز فني يقدر يقود النادي الفترة اللي جاية. هل ممكن الجهاز الفني يكون من احد افراد اللجنه، ولا انتم متفقين على انكم تختاروا وانت حضرتك تقود مهمه التدريب مؤقتا الى ان تستقروا على اسم؟ هو ده الكلام اللي اتقال، ان انا اقود التدريب لغايه لما يبقى في استقرار على جهاز فني، لان انت عارف الدوري صعب جدا يا استاذ عبد الناصر، ولازم نبدا. ف يعني الحمد لله رب العالمين، يعني الناس عندهم ثقة، وولاد النادي كلهم والله صار نصر زي بس. كابتن أشرف، لو طلب منك أو من حد من اللجنة أن يقود المهمة أكيد محدش هيتأخر. عمرنا ما تأخرنا أستاذ عبد الناصر، وأنت عارف كويس جدا يعني ولاد النادي بيتحملوا إزاي وبيشتغلوا في أصعب الظروف. وعلى فكرة أستاذ عبد الناصر، وأنت دايما كنت بتقول كده، كل ولاد النادي نجحوا في الفترات اللي اشتغلوا فيها. يعني الحمد لله انا مسكت النادي بعد الكابتن المحترم عماد سليمان 13 مباراه في 2017، كانت احسن كوره بتتقدم والناس كلها اعترفت. الحمد لله نتائج، الحمد لله النادي ما تعرضش للهبوط والمشاكل، وبقيه الكباتن كلها اشتغلوا ونجحوا ونجاح كبير. خلي بالك، عايز اقف عند الحته دي واهمس في اذن عمنا العظيم الاسطوره على ابو جريشه والكابتن عماد سليمان بالتحديد، ومعه باقي اعضاء اللجنه. لابد ان تراعي اللجنه في الاختيار الموسم الاستثنائي اللي صدر به القرار بالمجموعتين، لان لن يعاني الاسماعيلي مع ابنائه. فاللي بيقول لك، انا شفت بعض الناس نشره صوره ديسابر وبعض الاجانب يقول لك نجيب، يا جماعه خليك ذكي، انت عندك موسم استثنائي وعندك نص السيزون هتيجي تقعد عشان الموسم اللي بعده، فممكن موسمين يبقوا استثنائي. اولاد النادي هم اللي هيلملموا لك الجروح عشان لما يرجع الدوري الى توهجه كمجموعه واحده 16 او 18 تكون عالجت كل سلبياتك الفنيه والاداريه والقضايا اللي في المحكمه الرياضية، واعتقد انت توافقني في الكلام ده. كابتن اوافقك 100% طبعا. اولاد النادي دايما في الظروف الصعبة هم اللي بيقفوا وهم اللي بيشيلوا، وزي ما بتكلم كده النتائج والاحصائيات والارقام خير دليل. يعني الحمد لله الكل نجح مع النادي الاسماعيلي. موسم استثنائي، وان شاء الله اللجنة موسم استثنائي واتنين بس هبوط، يعني برضي بتتكلم على ان يعني عيب نتكلم ان الاسماعيلي ممكن يعاني معاكم. فالاجنبي اقتراء فاشل وما عندك فلوس. ولاد الاسماعيلي اولى من اي حد غير اسماعيلاوي في المرحلة دي، واني لكم ناصح امين. يا استاذ عبد الناصر، حضرتك قلت في بداية كلامك على عمر الساعي وادي عسقلاني، من سنه واحده ما كانوش معروفين. صح. النهارده بتتكلم في واحد نجم، ربنا يا رب يشفيه، اياد لسه عامل يعني عنده رباط صليبي وبتاع وكده، وعمر الساعي راح النادي الاهلي بمبلغ كبير في فتره بسيطه. لا، النادي الاسماعيلي ولاد، ولينا امثال كتيره في لعيبه كبار واسماء كتيره، وموجود فعلا لعيبه صغيره، لكن هم كبار ان شاء الله ياخدوا الفرصه وبفضل ربنا ووقوف الجماهير اللي انا بطلب من خلال منبرك المحترم يا استاذ عبد الناصر. الناس لازم تقف مع النادي الاسماعيلي وهم بيحبوا النادي بجد. مهم قوي الفتره الجايه يكون في وحده ويكون في جمعيه في كل حاجه، نقف جنب النادي مش جنب اشخاص، نقف جنب النادي لان النادي محتاج. وقوف الجماهير جنب النادي والمسانده، اعتقد بعون الله هتعدي من كل الظروف وكل الايام الصعبه اللي جايه، وان شاء الله نادي الاسماعيلي يرجع ان شاء الله لشكله الجميل الكبير اللي الناس بتحبه ان شاء الله. اتمنى لك التوفيق، وتحياتي لعمنا الكابتن علي ابو جريشه والكابتن عماد سليمان والكابتن محمود جابر ولكل اعضاء اللجنه، وربنا يوفقكم. وداني انصح يا كابتن اشرف قبل ما اسيبك، وسمعنا المهندس نصر ابو الحسن وشايفنا ومجلس الاداره، الموسم الاستثنائي لن يكون مرهقا. انا عارف بخبره 35 سنه اعلام الاسماعيلي مكانه فين من دلوقتي، بشرط ابنائه يلتفوا حواليه ولن يكون ضمن التسعه بتوع الهبوط، واراهن على ذلك على الهوى. ولكن عندي شرطين، انك انت تتعامل مع المرحله بذكاء،
من خلال أولاد النادي، وتختار من الإسماعيلية مش براها. الحاجة التانية، ربنا يعينك في حل مشاكلك في الاتحاد الدولي، وعندك يوم 12 جلسة عشان الالتماس، وعندي أخبار سعيدة أن الالتماس سيقبل، لأن الإسماعيلي كان جاد في حل المشاكل، وهذه القضية لم يحضرها محام النادي الإسماعيلي. فالنادي الإسماعيلي إن شاء الله التماسه سيقبل، وهاني أبو ريدة يبذل جهدا كبيرا مع المهندس نصر أبو الحسن في ده، وأنا بقول لك استبشر خيرا، بإذن الله الالتماس هيقبل، والإسماعيلي في منطقة تليق بيه مع أبنائه الموسم ده. كابتن أشرف حبيبي أستاذ عبد المنذر، أشكرك وربنا يكرمك كده دايما مساند النادي الإسماعيلي والكل الأندية المصرية. أشكرك شكرا جزيلا كابتن أشرف خضر، المكلف بمهام المدير الفني مؤقتا للنادي الإسماعيلي لحين انتهاء اللجنة المشكلة واللي هو عضو فيها من اختيار جهاز فني جديد. وطبعا ما ينفعك اتكلم في وجود عمنا علي ابو جريشه والكابتن اسماعيل حنفي والكابتن محمود جابر والكابتن عماد سليمان، وما ينفعش يعني ما ينفعش، ولكن حبيت ابدا الحلقه حبا وعشقا في الاسماعيلي، ويعني ترحما على فقيد الكره المصريه الكابتن ايهاب جلال، وربنا يجعل دايما الاسماعيلي يحلق دائما ويمتعنا كما كان إن شاء الله.